الأكيد حسب رأينا في موقع الأستاذة عبير موسي، نعم، رئيسة حزب محامية، ما نتصورش أنها تتكلم من الفراغ، نعم، لأنه هذا إذا كان يثبت وأنه غير صحيح باش ينقص ما من المصداقية متاح، نعم، وما تتكلم إلا بمعطيات. صحيح. تبقى اليوم نسمع عبير تقول علاش الدولة ما تحركتش وإحنا في خطر، وهي اعطت بالأسماء. وحاجة مهمة هذه ذكرتني شخصيا في تكتيك كنت أنا نستعمله، نتذكر بالقداء اللي أنا في 2015 أيوة. حكيت على التدفقات المالية اللي تجي للجمعيات الأخوانية في تونس، نعم، ولتوظف لأنشطة الحركة وللتمويل الإرهاب، وحكيت على الإجرام اللي كان صاير في لجنة التحاليل المالية في البنك المركزي. به أنا علاش حكيت هكا؟ خاطر نعرف روحي كان نمشي أنا نشكي شكاية من نوع هذا ماني مش نوصل حتى شيء. علاش؟ وفعلا وصلت ما وقت ما لوك أوت يصدر، تدخل تو كان تدخل على البنك المركزي تلقى، تدخل على جوجل وتكتب تكتب بيان البنك المركزي عماد بن حليمة تو يطلع لك. البنك المركزي يصدر بيان ضدي أنا ويقول هذا مش معقول وهذا محامي، ويطلع في الإعلام ويتكلم الكلام هذا بدون معطيات. وأتولى السيد محافظ البنك المركزي أنا ذاك الله يرحمه ويسامحه سيرتو، وكتعرفه اللي هو تسمى بعد بعض أيام من تسليم البغدادي المحمودي، في إطار أنه الأخوانجية يرضيه في منصف المرزوقي نحاو كمال النابلي، مصطفى كمال النابلي، وسماه الشادلي العيار. ونذكر بالقداء اللي طلع سي صاحبي عتيق وقتها في البرلمان يبرر في التسمية واستعملك العبارة الشهيرة الشعبية، قال راهو سي مصطفى كمال النابلي قرا عند سي الشادلي العياري وميطيح الرطل إلا الكيلو. وقتها التسمية متاع تنحيط مصطفى كمال النابلي كانت تتم لبرنامج أو للقاء أصدقاء سوريا اللي يقودوا المنصف المرزوقي، وتسمى سي الشادلي العياري خاطر مصطفى كمال النابلي ما كانش منسجم مع المنظومة، وبدأت ما ترى عينك إلا النور، ترى في الفلوس بامبي. كلمني سيد عميد من إلى من برا لهنا للجمعيات، أيوة، وبعت تسربة. كلمني السيد عميد المحامين العميد محفوظ، قال لي يا أستاذ عماد راهي جاتني شكاية من البنك المركزي فيك أنت. قلت سيد العميد أنت راك مش مختص باش تنظر في الشكايات هذية، وإذا كان هما يراو اللي كلامي غلط وجههم قل لهم يمشيوا يصبوا بيا شكاية جزائية، خليني أنا راني نستدرج فيهم نحبهم يشكيوا بيا باش يتحل البحث باش نعريهم. أيوة، احنا تو حديثنا قياس. شكاوش يبيك في الاخر ما شكاوش. حديثنا قياس. لجنة التحليل المالية تحدثت مؤخرا. ايه عاد انا نحكي لك وقت حكيت انا قالوا لي باش نحطوك في الحبس. فهمتني؟ باه. كما انا حكيت في 2015 على بشير العكرمي وعلى الخيانات اللي واقعة في الاجهزة الامنية والقضائية في دعم الارهاب، وعملوا لي قضية في التحقيق وصدرت فيها بيان جمعية القضاة التونسيين ونقبت القضاة وطالبوا بالمحاكمة متاعي وحلوا لي قضية تحقيقية. هاوكا توا وين انا؟ وين هاني بحذاك في شمس؟ وبشير العكرمي وين؟ وغيره وين؟ مش علينا فيه. تو ساس ديستواغ. اليوم عبير شنو نحب نقول له انا؟ هذه بون تكتيك. توا شنو الكرة في مرمى شكون؟ الكرة في مرمى الناس المتهمين، ما تستناش الدولة والنيابة. في مرمى النيابة العمومية. لا لا لا، النيابة خلاها، النيابة راهي، النيابة راهي كي البحار تشوف الطقس. لا أكيد كمان فهم. لا النيابة أثبتت الطقس والموجة. لا لا بالموجة النيابة العمومية مرة تحل البحث بناء على الفيسبوك وبناء على تصريحات في الإعلام،
ومره لا ما فماش اون كونتينيتي اللي قاعد يتقال على شبكه وشبكه دايره سهلة كي سهله برشا يا زينه تاو الناس كلام خطير البارح وحده مغربيه هبطه كلام رهيب فظيع اكثر من اللي قالته عليا خرجت المراه قالت انا استدرجوني تاو كلام ارهاب ودم اي نقول لك انا حاجه اي سيدي همش نقول لك انا حاجه خان نقول لك انا حاجه كلام عبير موسي صحيح 1000% الى حين ان يثبت خلاف ذلك. كيفاش يثبت خلاف ذلك؟ بالتحقيق العباد اللي هو تهمتهم بالاسم يمشي ويشكيو يلزم هما يمشي ويشكيو وفهم شكون قال نقابة صحفيين اصدرت بيان يمشي ويشكيو خليت حل البحث وقالت ساتو قاضي اي سا سا فهمني فهمني سا سا هذي وهنا نحضروا في ملف ومازلنا انا نريقلوا في الملف ونسقموا فيه باش حتى يطيح الخبر ويتعدى انا ننسى عبير موسي باش ما تخليش الخبر يطيح امشيو اشكيو مش باش تخليه قالت هي هي توا تستدرج فيكم تحبوا تشكيو بي تفضل تستدرج فيكم باش تمشيو شكيو امشيو شكيو كان انتوما ماكم عاملين شيء تو هي تضحك كان انتوما باش تعرفوا رواحكم باش تتعراو انا ننصحكم خليو الاخبار يطيح وما تشكيوش لا ولا